اختتم بنهاية الأسبوع الماضي مهرجان أيام بيروت السينمائية، وكان البارز في السنة منع الأمن العام عرض فيلم شو صار للمخرج اللبناني ديغو العيد المقيم بفرنسا. الفيلم الوثائقي اللي كان منع قبل أيام أيضا بمهرجان الفيلم اللبناني بيحكي قصة مجزرة حصلت ببيت أهل المخرج سنة 80 وأودت بحياة 11 شخص من أفراد عائلته، بينهم والده ووالدته وأخته. الأمن العام اعتبر أنه الفيلم يثير النعرات وطلب ربما بحذف بعض الأسماء الواردة بالفيلم، بينما المخرج رفض قص أي مشهد أو أي كلمة. خلال وجوده ببيروت الزميلة أديل طعمة التقت بالأستاذ عيد، منتابع سوا مقتطفات من الفيلم الممنوع بهالتقرير لزميل جديد انضم لأسرة سيرة وانفتحت محمد الخطيب. خلينا نشوف سيرة وما انفتحت. هذا الفيلم بيحكي عن قصة واقعية حقيقية عشتها وعشتها 13 عائلة من عائلتي. بيحكي عن مجزرة وقعت سنة 1980 9 ديسمبر. يا عمو خليك معنا وروح العب شوي بال في عندك ويلو صار في عندك ويلو صار روح العب مع ويلو صار وانا روح يلا رجع بابا رجع رجع بابا رجع اسباب المجزره في شخص من عائلتي من بيت عيد كان مسؤول بحزب الكتائب اتهم انه قتل خي مسؤول الحزب القومي بضيعته بعدبي بعكار وصارت ردة فعل من رئيس الحزب بالضيعة وبعت زلمه يعني تيصفوا العائلة قتلوا 13 واحد منهم منهم بي وامي واختي وطبعا التانيين ولاد عم بي وكذا للانتقام هيك يعني محوا العائلة كلها سوا والفيلم بيحكي عن الموضوع مع شخصيات حقيقية عاشت هالمرحلة بسنة 80 و28 سنة من بعدها أنا قررت أني شوف هالناس كل العائلة ساكتة لازم وقت لوقت واحد يوعى يحكي لأنه هيدي مأساة بلد ما مأساة بس شخص أو شخصين الفيلم هو وثائقي طويل ساعته مدة ساعة وربع هالمدة اللي معي سينما مصور سينما وبده يطلع بفرنسا كمان سينما الموضوعية فيه انه فيلم كتير واقعي كتير مسمى الاشياء بحذافيرها يعني دراماتيكي دراما في شغلة عادية لانه القصة كتير درامية صورت بلبنان ببيروت صورت بمناطق تانية لأنه في قسم من عائلتي ما بعرفهم كان صار زمان كتير ما شفتهم رحت دورت عليهم لقيتهم لأشوفهم شو لأشوف شو صار يعني بوقتها الحادثة لما صارت كان بالليل يعني ولما صار الهجوم على البيت نحن عيطوا لبي ليطلع لبرا طلع بقى نحن ما تركناه يطلع لوحده طلعنا معه يعني مش بس هذه القصة قصتي أنا حتى بالنسبة للعائلة التانيين يعني الأولاد طلعوا وراء أهلهم تشوفوا شو بالضبط شو فيه يعني وصار لقواس وكل الناس اللي فاتت لجوا منهم بين أنا وأخواتي أختي البنت اللي ماتت وبي والتانيين بالبيت ما عاد حسين عشية موعين عشية نحن يعني ما عرفنا وبعدين صرنا ندور على بعضنا البيت كبير اللي راح على مثلا على الحمام تخبى بالحمام واللي راح مثلا تخبى بأوضة النوم واللي راح تخبى يعني شغله كانت مروعه يعني ما فيك تفسريها بكلمتين وبثلاثه وثاني
حلو يعني. وبعدين في قسم من اخواتي عملوا حالهم ميتين ومنن انا يعني، مشان هيك قدرنا زمتنا، بس كانوا منصابين هيك. وتاني نهار الصبح الساعة 4 الصبح عملنا حالهم ومشينا يعني، هربنا، كل العالم هربت. لأنه مش بس غلطة الحرب، غلطة الكبار بس مش غلطة الصغار، لأنه الصغار دفعوا ثمن كبير، ومنن أنا ومنن ولد عمك ومنن عمومتك اللي قتلوا بالمجزرة. لما بترجعي على ضايعة من 28 سنة، أنت بأقل ما يمكن أنك تدرمي بالضايعة، شوفي شو في، شو باقي، وين العالم. وصعبت أنه هود العالم موجودين، ما راح يروحوا. وصعبت أنه بل فترة صغيرة هيدي شفت الشخص. شو قلت له؟ قلت له تذكرني؟ قال لي لا ما بتذكرك، منك أنت؟ قلت له أنا اسمي كذا بس أنا بتذكرك مني، أنت اللي قتلت أمي. طبعا عرفني. بعدين برم يعني براسه، رجع 30 سنة لورا، أكيد عارف. خلص صار يعني كيف بيقولوا الواحد موميا، بيصير موميا الإنسان يعني. مستحيل حدا يفكر إنه ممكن تصير حتى بعض الصحفيين بإنجليز وكذا لما نعرض مهرجانات قالوا لي معقول يعني، معقول إنه منا تركيبة؟ لا مش تركيبة. إيش بديلك؟ حطوهم بجيب الوجه الشعن مثل الحظر شلفوهم مرة. مين بده ينسى؟ اللي عنده دم ما بينسى، ولنا عنده دم بده ينسى. سنة 93 أنا كنت عم فكر يعني أعمل فيلم من زمان، بس سنة 93 يعني اللي خلاني أكثر متحمس أعمل فيلم، الدولة طلعت بقانون عفو عام. وإذا إذا إذا أنت فنانة أو مخرجة سينمائية لازم تكوني كمان لك دور بالمجتمع، تحكي تعبري عن رأيك. وهذا الشيء أنا أزعجني كثير، لأنه ما بنيجي بنطلع بقرار عام سنة 93 وبنقول عفى الله عما مضى، لأنه الحرب اللبنانية عشناها بس قالوا لنا لازم تنسوها بسرعة يعني، طمروا المواضيع كلها سوا وقالوا لنا هلا لازم تمروا على شيء تاني. ما بيصير، ما فينا نمرق على شيء تاني هيك بالصدفة، ما فينا نمرق على ذاكرة كبيرة لبنان ونقول لنا العالم انه خلص مات مات وخلص يعني، ما في، مسكر المواضيع هذه كلها. حاول فلتش بالأوراق ذكريات الضيعة، 90% منها تطلع ذكريات تعيس، ما عاد بتبين حد منها. 10% الشباب اللي ما عاشوا الحرب او اللي عاشوها يعرفوا انه الحرب كارثه لبلد يعني، بتدمر عقول الناس، بتدمر نفسيتهم، بتغير حياتهم، بتغير كل شيء. الحقد ما بيروح من قلوب الناس الا ما كل انسان ينعطى حقه، بس بطريقه شرعيه يعني، بطريقه شرعيه، مش انا باخذ حق. لازم يكون في قرار من الدوله يقول اوكي ليش منعنا، ليش عملنا عفو عام وباي طريقه. في صوت بقلب البيت. اول شغله ما في شيء طائفي، لانه بعض الصحفيين قالوا في نعرات طائفي، ما في طائفي في ما في شيء طائفي. انا في ناس قتلوا احزاب حقيقة موجودة، ما في طائفة، لا بحكي لا على الإسلام ولا على مسيحيين ولا على دروز ولا على حدا. هذا أول شغلة. ثانيا ما بيصير، ليه بده يصير؟ الخطابات التلفزيونية أحسن من الفيلم؟ ما الخطابات التلفزيونية 24 ل 24 أكبر بلد فيه بلاتو بوليتيك بالعالم لبنان، كل يوم بيسبوا على بعض، كل يوم بيتهاجموا على بعض. إنه فيلمي أنا بده يغير السياسة اللبنانية كلها، بده يعمل حرب أهلية؟ ما في حدا بيمنعني عبر عن رأيي، ولا حدا بيقول له للجمهور اللبناني شو بدك تشوف. هو الواعي، الأهل بيقولوا ما تحضر هاي الفيلم لأنه في أشياء عنف أو شيء. مش الدولة هي بتفرض علي، إذا كان في دولة، لأنه ما في دولة، لو في دولة في وراء خطين تبعت الأسباب، لحديت هلأ أنا ما عندي وراء خطين.